ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف من الأراضي الفلسطينية مراسلنا أحمد زكي. أحمد، بعد التحية، ما هي آخر مستجدات الوضع في عموم الأراضي الفلسطينية؟ في الحقيقة أن الميدان حافظ على سخونته في الرد والرد على الاعتداءات الإسرائيلية. آخر التطورات نبدأ من الإحصائية بأن عدد الشهداء قد ارتفعوا إلى 34 شهيدا حسب الميدان، بينما وزارة الصحة 31 شهيد و265 جريحا. لكن في القضايا التي تتعلق بالقصف الإسرائيلي قبل قليل، إسرائيل استهدفت أماكن زراعية في بيت لاهيا، أصيب طفل، وكذلك أيضا منطقة تقع قرب المشفى اليمني، هناك تضرر المشفى نتيجة وقوع هذه الصواريخ، بالإضافة لأن إسرائيل استخدمت طائرات بدون طيار وقصفت مناطق في خان يونس. جميع قطاع غزة يعني يتعرض للقصف من الطيران الإسرائيلي، إن كان الهليكوبتر أو الطائرات المسيرة. في المقابل، المقاومة الفلسطينية والتي يعني تتقدمها حركة الجهاد، قبل قليل أطلقت رشقات صاروخية على زكيم وعسكلان، بالإضافة إلى أن عدة مناطق مجاورة لقطاع غزة زي نحال عوز وأشكول وكسوفيم جميعها قد تعرضت لإطلاق صواريخ وإصابات أيضا في عمارات مباشر في عسكلان. هذا من حيث الرد والرد الفعل هناك، بينما انشغل أيضا الفلسطينيون في قطاع غزة بتشييع جثامين الشهداء الذين استشهدوا تقريبا الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، بينهم القائد الميداني لجنوب قطاع غزة لحركة الجهاد خالد منصور، إضافة إلى مساعديه. ولكن ما يميز الإصابات والاستشهادات أن معظمهم من المدنيين، حيث استشهد 6 أطفال ومسن واحد و3 نساء، بالإضافة إلى تقريبا 21 رجل. هذا هو يعني الموقف الميداني هناك. نعم يعني أحمد، يكون هناك تحركات. نعم تفضل. نعم أحمد، أين وصلت الجهود والاتصالات الدولية لوقف إطلاق النار؟ يعني ما يجري تسريبه بأن هناك عرضا مصريا من أجل وقف إطلاق النار. ما ذكرته القنوات الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على وقف لإطلاق النار، لكن حركة الجهاد رفضت هذا العرض. ربما هناك يجري شيء لا نعلمه في المفاوضات من الضمانات وغيرها، ولكن الموقف حتى الآن هو أن إسرائيل قد وافقت وحركة الجهاد رفضت. والتوجه الإسرائيلي أيضا، هناك توصية من الشباك المخابرات الإسرائيلية بضرورة وقف النار، وهناك مناشدة من وزير الصحة الإسرائيلية ودعوة إلى وقف إطلاق النار، لكن الجهود حتى الآن لم تنجح في مثل هذا الاتفاق، إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية قد طلبت عقد لمجلس الأمن لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعم أحمد زكي العريدي مراسلنا من الأراضي الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.